السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي قناة كابتن وجيمس. أختار مرة شو المحتوى، ما تنساش زر لايك واشتراك وتفعيل التنبيهات عشان يوصل لك كل حاجة بنزلها. أخيرا الله هنبدأ حلقتنا النهاردة، هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا جدا بس هتفرق كتير قوي قوي في التحديث اللي جاي، تحديث درينيك 24 واللي خلاص على الأبواب. طبعا حبيت أنوه عن الحاجة البسيطة دي واللي أغلبية المتابعين او اغلبيه المبتدئين في لعبه دريم ليج 23 ما يعرفش خلفيه عن المعلومه دي. طبعا كلنا لو رجعنا لنسخه 2020 21 و22 كان الربط بخاصيه الفيسبوك، تمام، كان الربط بخاصيه الفيسبوك، فكان يعني كان كل واحد عنده امكانيه انه يعمل اكتر من اكونت على نفس الهاتف بطريقه سهله جدا جدا، وانه كان بيدخل على الاعدادات وكان بيدخل على كلمه تنقله وبيفعل خاصيه متصل وغير متصل، ولكن كان الربط بالفيسبوك. فاثناء الربط بالفيسبوك لو انت كنت عندك اكونت فيسبوك تاني او حتى ما كانش عندك اكونت فيسبوك، فكان بيتيح لك انك تعمل حسابين في نفس الوقت وممكن اكتر من حساب لو عندك اكتر من حساب فيسبوك. فبالتالي كان في مشكله كبيره جدا جدا للشركه، وطبعا ده بيخالف سياسه الفيسبوك اللي هو انشاء اكتر من حساب على نفس الهاتف. لذلك اللعبه جت في نسخه 23 وحدثت النسخه بالربط بجوجل بدلا من الفيسبوك، واتكلمت في فيديو قبل كده عن الحوار ده ووضحت ليه اللعبه لغت الفيسبوك ولغت وحطت الربط بجوجل، تمام. بس ده مش موضوعنا النهارده، انا جاي اقول لك كمبتدئ، تمام، عشان في ناس بتتفلسف وتعمل نفسها البريمو كله. يا حبيب قلبي انت اسطوره في اللعبه يا عم، غيرك ما يعرفش الكلام ده وغيرك لسه مبتدئ وما عندوش خلفيه، فريت تسيب الناس تعرف المعلومه دي عشان يستفيد وغيرك يستفيد، تمام. لو انت لسه مبتدئ منزل لعبه نسخه 23 وعامل فريق اسطوري وعندك ملعب وعندك عملات وعامل حاجات كتيره جدا جدا، وطبعا الكلام ده كله خد منك وقت طويل ومش عايز تخسر الكلام ده كله، بص يا حبيب قلبي، قبل تحديث دريم ليج 24 حاول تدخل على كلمه، تدخل على الاعدادات بعد كده كلمه تقدم وتتاكد انك مفعل وضعيه تسجيل الدخول بحساب جوجل، تمام. تاكد من انك عامل وضعيه المتصل وحسابك متصل بجوجل، لان في التحديث الجديد ده لو حسابك ما كانش متصل بجوجل للاسف حسابك هيتحذف من اللعبه، تمام، وتخسر كل التطورات اللي عاملها والفريق والعملات والمجوهرات. تاكد من انك مفعل وضعيه المتصل وان حسابك متصل بجوجل عشان التحديث الجديد لو جه واستمر الوضع كما هو مع التغيرات بعض التحديثات، فحسابك لو ما كانش متصل بجوجل هيتحذف من اللعبه. وده اللي حصل مع ناس كتيره النسخه اللي فاتت لما كانت مرابطه بالفيسبوك، كانت متصله بحساب الفيسبوك، ولكن الناس المتابعه عرفت وقدرت تعرف ان في تحديث جديد كان في مهله ان ترجع تربط حسابك بجوجل عشان حسابك ما يروحش. للاسف في كتير جدا جدا خسر حسابه لانه ما كانش متابع ولا كان عارف ان في تحديث جاي هيبقى الرابط بجوجل بس بدل من الفيسبوك. وفي ناس قدرت بعد ما خسرت حسابها بالربط بالفيسبوك وطبعا جت تعمل توصيل بحساب الجوجل، الحساب بدأ من الصفر. فئة كبيرة قوي قوي وقعت في المشكلة دي، وفي ناس منهم اتواصلت معايا وفي ناس شافت الفيديو اللي كنت شارح فيه استرجاع الحساب بالطريقة دي، والحمد لله والفضل لله في ناس كتيرة قدرت تسترجع حساباتها. وهسيب لكم رابط الاكونت بتاعي في وصف الفيديو ورابط الفيديو اللي فيه شرح استرجاع الحساب لو كان متصل بالفيسبوك وانت جيت تعمل توصيل بجوجل وحسابك بدأ من الصفر، او عملت اعادة تعيين ملف، او عملت حذف لحسابك، او عملت تبديل لحسابك، او حد دخل حسابك عن طريق الرمز. كل الشروحات باذن الله هتلاقوها في وصف الفيديو. اتمنى ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات وتشارك الفيديو ده مع فئة كبيرة عشان توصل المعلومة للناس كلها، واشوفكم في فيديو جديد، وسلام من الله ورحمته وبركاته. Got a big start, got a good heart. First gotta say that, gotta think smart. Trying to make moves, breaking my wrist, getting those kills.